بعديك تعبت خاطر خرجت من بحذايا هو كل مرة قاتل بلاصة كل مرة في بلاصة في المعدية وين شو كل مرة في بلاصة مش كل مرة في بلاصة في الشارع مرة نصبح قولي وين مرة نصبح في قهوة وانت حبلة وانت حبلة معناتها احكيلي اي وين مرة صبح في قهوة مرة صبح في قهوة أي. يخليوك قهوي يخليوني تقعد فيها تبات فيها نقعد فيها خاطر يعرفوني غادي كان نقعد في كوام وانت يكلمني حد شو نظرة الناس ديك وقتها آخر حاجة كانت تعنيني آخر حاجة تعنيني خاطر كان باش نهز التليفون باش نكلم صاحبتي نقولها راني باش نجيب بيت بحذاك باش تخدم مخها وكيف كيف باش نكلم الطفل باش يخدم مخه نقعد على أمريكان ونقعد ليلة كاملة هكاك صبيح مثلا نتكلم طفلة صاحبتي نعرفها ولا نتصرف كيفاش نمشي نرقد في النهار تخرج هي تخدم ولا حاجة تخليني ترقد أنت في بلاصتها أما في الليل ما في الليل وأنت حامل وين هاني غاديك حتى الحاكم ديما يدور في المهدية مهدية صغيرة والحاكم ديما يدور أقل حاجة يعرفوا. أي أقل حاجة حتى ذيك حتى يدخلوا القهوة ذيك ما تكلموهيش ولا يحكي وما يخفي يحكي معايا باش ما يقرب لي حتى حد يعني عديت فترة حملك كل بيتها في قهوة هكاك كل مرة في بلاصة مرة مديباني بها صاحبتي نتناقش أنا وياها ولا تصير حكاية وما نحبش الرزن أنا بطبيعتي ما نحب الرزن على أحد وبيست شوية في السبيتار ومشيت بحذا صاحبتي لصفاقس قسمت ربي أنا وياها ديجا اسمها مريم عشيرتي على الأخر مشيت بحذايا لصفاقس عديت بحذايا رمضان استقبلتك أي في دار لا مش في دارهم في دار. كاريا هي وحد أي باش رمضان وقلت رمضان وجاي عيد وما أي أي وبعدي جاي فترة الولادة مشيت نولد فوقي 10,000 فرنك لعندي لكوش البيبي لعندي دبشو لعندي بيبرون كيكا مرا طفلة قداش عمرك وقتها بالضبط 22 سنة ماشية للسبيطار باش تولد لا كرني لا فلوس لا أم لا بو لا خو لا أخت داخل للسبيطار وقت اللي ولدت 5 متاع الصباح شدت تليفوني لا وجع الكونتاكت شكون كان شكون كان شكون راني ولدت هو المشكلة مش في شكون باش تكلم لكن لأنك ماكش باش تلقى شكون تكلم تسمع فيا ما فماش شكون باش تكلم ولو كان جاي فما شكون باش تكلم راك كلمته دونك من غير ما تضيعش وقتك في التفركيس في التليفون وقتها تهتم بصحتك وبالمولود اللي عندك وشنو باش تعمل بعد يعني خاطر العباد الكل في السبيتار مسميني كاسوسيال ساعة ما يعطوليش باسمي سبيتار كل اسمها بيلي انا كاسوسيال الناس كل تسال غادي كنشوف فيهم يدخلوا في يجيبوا لهم ماكله فمنيتهم وتبش البيبي ودارين بيهم ويسالوا فيا الناس كل شكون اخي ما عندكش ام وما عندكش بوك راجلك وين راجلك وين باش تقول له شنو الجواب؟ من بعد قول من بعد راجلي يخدم بعيد ماهوش لهنا امك بوك بعاد زاده ولدت كم فرحت بالصغير هي عندك ونس على الأقل على الأخر عندك حاجة تحبها وحد يحبك على الأقل بعد تعب هذا الكل والوحدة اللي عشتها وقت اللي حضنت صغيرة طفيتش نارك شوية على الأقل على الأخر حسيت عندك حاجة ولو أنها خارج إطار الزواج آخر حاجة خمم فيها لتو